أمه أم ولد، ها انتبه، أمه أم ولد، يعني أما تباع وتشترى، أما تباع وتشترى. فاشتراها زوجها وهو محمد ابن أبي بكر، اشتراها محمد بن أبي بكر رضي الله عن أبي بكر، وكان من حاله أن وطأها فحملت فولدت، فأصبحت لا تباع لأنها أم ولد، وهذا الولد اعتنت به أم المؤمنين عائشة، فأصبح فقيها تقدير الله. لا تدري ولد، قد تكون زوجتك التي هي الدون تنجب لك ولدا عالما، لكن إذا أردت ولدا عالما وأنت لا تطلب العلم فهذا يصعب، يصعب، يحتاج منك أن تتعب حتى تكرم بولد من أهل العلم ومن طلاب العلم وممن يحب العلم